تحية إلى كل متابعي صفحة اليوفنتوس. اليوم 21 مارس يحتفل العالم بيوم الأم، فكل عام وكل الأمهات بألف خير وصحة وعافية. دايماً أحس إن الكلام والعبارات والمشاعر اللي نطلقها في مثل هذا اليوم معادة ومستهلكة، طبيعي جداً لأن المشاعر هذه هي، وحبنا اتجاه أمنا أكيد ما بيتغير. اليوم مو حابة أتكلم عن دور الأم ومكانتها وتضحياتها، اليوم حابة أتكلم عن مشاعر أنا شخصياً قاعدة أستشعرها، قاعدة أحس بقيمتها وأهميتها سنة بعد سنة وكل ما تقدمت بالعمر، وهي مشاعر الخوف والمحاتة وحب أمي لي. وفي شيء في البداية خلونا كلنا نجزم عليه، وهو إن ما في حب في الحياة يوازي حب الأم لك. لا حبيب، لا صديق، لا زوجة، لا ابن، ما في أحد بحبك كثر أمك، حب لا مشروط. ما حد بيخاف عليك، بيحاتيك، بيحس بهمك، بوجعك، بألمك مثل أمك. صدقني هذا الإنسان اللي ما يهنالها بال إلا إذا تطمنت عليك وإذا حست إن كل أمورك بخير، مهما حاولت أنت تمثل، مهما حاولت تداري، ولكن هي بتحس فيك. مهما كبرت، مهما وصلت لمناصب ومكانة وصرت أب أو جد، بتبقى أنت ذاك الطفل بعين أمك. وبالنسبة لي كل اللي تقدم الأم، حمل، ولادة، تربية، هذا بكفة، ومشاعر الخوف والقلق والمحاتة هذه بكفة ثانية. أنت عارف شنو معنى أن قلب أمك يغلي عليك لأنها خايفة عليك أو تحاتيك أو تأخرت أو ما ردت عليها؟ أنت عارف شلون قلب أمك ينغزها إذا أنت طايح في مشكلة أو مهموم أو عندك أي شيء شاغل بالك؟ أنت عارف أمك لما تدق عليك وأنت ما ترد عليها لأنك في اجتماع، لأنك مع ربعك، هي شنو السيناريوهات اللي تدور في بالها؟ فهلا هلا في قلبها ومشاعرها. إيه نعم، إذا اتصلت فيك وانت كنت في اجتماع، كنت مشغول، كنت ويا ربعك، على الأقل دز لها مسج طمنها عليك. لا تساهم بمشاعرها، لا تتضايق من إصرارها عليك لما تسألك يا ولدي انت فيك شيء وانت تحاول تداري. ترى هذه نعمة، صدقني ما بتستشعر وجودها وقيمتها إلا إذا فقدتها لا سمح الله. فالله يخلي أمهاتنا ويطول بأعمارهم ويرزقنا برهم ويرحم من كنا تحت التراب.